السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. وقلنا يا جماعة إحنا بنعرف عدونا وبنعرف كل إمكانيات عدونا، عشان بعد كده لما نبدأ في الجولات نعرف مين فينا اللي هينتصر ومين فينا اللي هيكون مصارع. وأتمنى إن شاء الله إن كل واحد فينا ينتصر في كل الجولات عشان نوصل في طريقنا لرب الأرض والسماوات، نوصل للجنة ونوصل لرضوان رب الجنة سبحانه وتعالى. ناس كتيرة تعبت من الدنيا، ناس كتيرة تعبت من ابتلاءات الدنيا، نفسهم يخرجوا على خير. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم هو اللي وضح الكلام ده وقال كما عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. فعلا الدنيا في للمؤمن عامل زي السجن، عايش في ابتلاءات وفي صراعات وإلى غير ذلك، لكن في النهاية هو عارف أنه مأجور على كل دوت لما يصبر ويتحمل ويعيش على عبوديته لله سبحانه وتعالى. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ويؤتى بأشد الناس بؤسا يوم القيامة من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. تعالى نكمل مع موضوع المصارع ونعرف عدونا علشان نستعد ليه في الجولات اللي جاية إن شاء الله. يعني سبحان الله، كلمنا المرة اللي فاتت عن طعام الجن، بيأكلوا إيه وبيشربوا إيه. حقيقة حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث، الروث اللي هو الفضلات اللي تخرج من الدواب والحيوانات أعزكم الله، ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. يوضح الكلام ده النبي في حديث تاني رواه مسلم عن ابن مسعود أنه قال للصحابة لما تخضوا عليه وبيحسبوا حصل له حاجة، غاب عنهم فترة فلقوا جاي من قبل غار حراء، فقالوا: يا رسول الله، لقد خشينا عليك. فقال: إنه أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قرأ القرآن على الجن صلى الله عليه وسلم، فانطلق فأرانا. ابن مسعود بيقول فانطلق بنا النبي صلى الله عليه وسلم فأرانا آثار الجن وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد. الجن سألوا النبي، قالوا: يا رسول الله، عايزين زاد، عايزين ناكل ونشرب. فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. العظم اللي انت بتاكلها، ولذلك انت لما بتسمي وانت جاي تاكل، خد بالك من حاجة، انت بتعمل حاجتين جمال قوي او تلات حاجات جمال. اول حاجة انت بتنفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم بان انت لازم تسمي وتذكر المولى عز وجل عشان تشعر حتى ان النعمة دي فعلا كلها من عند ربنا سبحانه وتعالى. فاول حاجة انت بتذكر المولى عز وجل. تاني حاجة ان انت بتحمي نفسك من ان الشيطان يشاركك في الاكل بتاعك. ثالث حاجة ان انت لما بتسمي عن الاكل ده فيبقى منك فضلات الاكل ديت، عظم او غير ذلك، بيصبح العظم ده بعد كده اوفر ما يكون لحما في المكان اللي انت هترميه، فيروح الجن المسلم ياكل العظم ده فيلاقيه قد اتكسى لحما فيأكله. هذا اللحم بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فقال ايه؟ قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. حديث الثالث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم بيته فليذكر الله، فذكر الله. إذا أحدكم دخل أحدكم بيته فذكر الله، قال الشيطان لأعواني: لا مبيت لكم الليلة. فإذا ذكر الله على عشائي قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. يبقى إذن الشيطان بيأكل إيه؟ بيأكل الأكل اللي انت بتاكله. لو انت ما ذكرتش اسم ربنا على الأكل، على طول الشيطان هيقوم منادي على حبايبه: تفضلوا، ويعني وإيه، ويقوموا واكلين معاكم. وتلاقي نفسك وانت ما بتذكرش ربنا، ولو ولادك ما بيذكروش ربنا، تلاقي الولد قاعد يأكل ما شاء الله، الله أكبر، يعني تحس ان انت قاعد قدام محرات، يعني عمال ما شاء الله الله أكبر، عمال بيأكل طبق واثنين وثلاثة، ويأمي أنا جعان لسه، تقوم جايباله نص الحلة، يقوم أنا جعان تقول له: خش حبيبي التلاجة وتصرف. يعني ما إيه، ما بيسميش الله، لأن الشيطان بيأكل معاه. أما هو لو ذكر اسم الله عز وجل أقل القليل هيكفيه بفضل الله. ولذلك أول ما ابنك ينسى قل له: حبيبي اذكر الله، سمي بسم الله قبل ما تاكل، يلا يا حبايبي كله، يلا بسم الله بسم الله، كل يقول بسم الله ويسمعك علشان تطمئن ان ولادك كلوا فعلا مطرح ما يسري يمري. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. طيب السؤال اللي بعده: هل الجن يتناكحون ويتناسلون؟ الجن بيتجوز يعني وبيخلف؟ الظاهر انه فعلا بيتجوز ويخلف. واحد ذكي قوي راح سأل الإمام الشعبي، بيقول له: يا إمام، اللي هي زوجة إبليس اسمها إيه؟ قال له: والله ما حضرتش الفرح ده. فرح حضرتك؟ لكن الجن بيتجوز، بيتجوز وبيخلف، بيخلف. إيه الدليل على كده؟ إن المولى عز وجل
قال مبكتا لهؤلاء الناس الذين يتولون الشيطان، قال جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. شوف الآية بتقول إيه، أفتتخذونه إيه وذريته. يبقى الشيطان ليه ذرية، أي نعم ليه ذرية، يبقى بيجوز وبيخلف، بيجوز وبيخلف. ويقول جل وعلا عن جواز تناكح الجن، يعني يقول جل وعلا في ذلك: في أزواج أهل الجنة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يبقى ده دليل على أن الجن بيتزوج وبيتناسل ويتناكح، كل ذلك موجود في عالم الجن. طيب هل من الجن ذكور وإناث ولا هم ذكور بس؟ لا، في ذكور وإناث. انتوا طبعا لسه سامعين من شوية ان احنا قلنا لما الواحد يجي يدخل الخلاء عزكم الله بيقول ايه: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع الخبيث اللي هو ذكور الجن، والخبائث جمع الخبيثة اللي هي إناث الجن. يبقى النبي عليه السلام علمنا إن احنا نستعيذ من ذكور الجن ومن إناث الجن. يبقى فيهم ذكور وإناث؟ آه فيهم ذكور وإناث. طب يا ترى، وسؤال كده حب استطلاع، الجن ليهم دواب، حاجة بيركبوها بيروحوا بيها مشاورهم؟ أيوة ليهم دواب وليهم خيول كمان. ايه الدليل على كده؟ قول المولى عز وجل: اخبرنا ان الشيطان له خيل بيجلب به على اعدائه من بني ادم. قال جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بخيلك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك. يا سلام، يبقى اذن له خيل. نعم له خيل، للجن له خيل وله دواب. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما طلبوا الزاد، قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لمين؟ لدوابكم. يبقى الجن ليه خيل وله دواب أخرى غير الخيل، موجودين، موجودين فعلا، وبيروح بهم مشاوير ويسافر ويرجع ويعمل اللي هو عايزه. وهو طبعا من غير ده كله عنده قدرة، ربنا أعطاه قدرة على أنه هو يخترق الهواء ويمشي بسرعة غريبة جدا. واستدلنا على كده في موضوع سيدنا سليمان عليه السلام لما طلب من الجن اللي كانوا حواليه انهم يأتوا بعرش بلقيس من بلاد سبأ من اليمن الى بيت المقدس في فلسطين، قال: عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. قال: الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، غمض عليك كده قبل ما فتحت لي قدامك. فلما راه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر. طيب الجن على كده عندهم عالم من التقدم والرقي، وعندهم عالم تطوير والتصنيع، وعندهم حياة الجن يا جماعة حياة تقريبا زي حياة الإنس مع اختلافات بسيطة أو اختلافات معينة، يعني إنما هم حياتهم زينا. في منهم المسلم ومنهم النصراني ومنهم اليهودي ومنهم البوذي والهندوسي ومنهم المسلم المبتدع والمسلم السني والمسلم اللي ما يعرفش حاجة عن دينه والمسلم اللي ما بيصليش والمسلم العاصي ومنهم الطائع ومنهم الصالح وأن منا المسلمون ومنا إيه. يعني سبحان الله، هم يا جماعة حياتهم زي حياتنا بس في الخفاء، وليهم طبائع يعني تختلف عننا بعض الأشياء وتتفق معنا في بعض الأشياء، وده نتيجة اختلاف خلقة الجن عن اختلاف خلقة الإنس. لكن هم حياتهم مقربة جدا لحياتنا، عندهم عالم تكنولوجيا، عندهم عالم تكنولوجيا، عندهم عالم تصنيع، عندهم عالم تصنيع، عندهم كل ده موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه سخر مجموعة كبيرة جدا من الجن لنبيه سليمان عليه السلام يصنعوا له حاجات تحتاج إلى قدرات فائقة جدا وإلى ذكاء يعني كبير جدا. قال جل وعلا: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يبقى كانوا بيعملوا له كل أنواع الصناعات اللي كان بيحتاج لها سيدنا سليمان، كان مين اللي بيعملها له؟ كان الجن هم اللي بيقوموا. طيب واحد هيسألني سؤال بصراحة، هو ليه حق في السؤال دوت؟ مدام الجن والشياطين عندهم القدرات دي كلها وأغلبهم مسخرين القدرات ديت لإضلال بني آدم، هو ليه ربنا خلقهم؟ صح كده؟ ما هو السؤال بقى اللي بعد كل اللي قلناه ده كله، هو فعلا ليه ربنا خلق الجن؟ ما كان يريحنا منهم، وكان ابليس ده لما عصى ربنا ورفض ان يسجد لادم بدل ما كان يطرده من الجنه ما كان يقضي عليه ويخلصنا وكنا نعيش بقى كده مبسوطين وحياتنا مقضينها زي الفل، بدل المتاعب اللي احنا فيها دي وكل شويه الشيطان يوسوس وفلان يطلق زوجته وفلان يعمل مش عارف ايه ويحصل مشاكل وفلان يعصى ربنا. طب ليه؟ ما كان قضى على ابليس وما بقاش فيه لا ابالسه ولا اي حاجه، ونعيش حياتنا يا دوب اللي بيطيع يخش الجنه واللي بيعصي يخش النار والدنيا تبقى حلوه وجميله.
الحقيقة كان في 5 حكم، ده غير بقى اللي الذي الحكمة الذي التي استأثر الله عز وجل بها، يعني علما عنده سبحانه وتعالى احنا ما نعرفهاش يعني. إنما في 5 حكم استنبطها العلماء من خلق الجن. هو ليه ربنا يعني خلق الشيطان ليه؟ طب ما كان، طب بلاش ده كله، طب ليه خلاه يستمر لحد يوم القيامة؟ ما كان حتى خلقه قعد فترة يغوي العباد ويؤذيهم، لكن بعد ما قعد يغويهم ويؤذيهم فترة كبيرة خلاص يموتوا والناس التانية تستريح. ايه الحكمة من خلق الشيطان؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل اخواني وحبايبي. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الحكمة من خلق إبليس. هو ليه ربنا خلق إبليس؟ ما كان ممكن يقضي عليه ويريحنا ونعيش بقى حياتنا كده جميلة، اللي يطيع يخش الجنة واللي يعصي يخش النار والمسألة تبقى جميلة بالمنظر ده. لكن كان في حكم من خلق إبليس جميلة جدا، 5 حكم. الحكمة الأولى إكمال مراتب العبودية، إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نعبده وأن احنا نجاهد عدو الله وحزب أعداء الله سبحانه وتعالى ونخالف أعداء الله ونظهر الولاء والبراء، الولاء لله ورسوله وللمؤمنين والعداء لإبليس وأعوانه. فكان لابد عشان تكمل مراتب العبودية كان لازم يبقى في إبليس وفي أعوانه عشان نخالفهم ونعديهم ونوالي الله عز وجل. دي أول حاجة. الحاجة الثانية يا جماعة إن احنا نخاف من الوقوع في معصية الله. لما إبليس كان بيعبد ربنا مع الملائكة في الجنة، كان عايش في الجنة بيعبد ربنا وكان مقرب جدا وكان معزز ومكرم، ولما عصى ربنا وأصر واستكبر وعياذا بالله على أمر الله سبحانه وتعالى طرد من الجنة وطرد من رحمة ربنا وكتبت عليه اللعنة إلى يوم القيامة وهو في الآخرة في النار. فالملائكة خافت. بقى إبليس اللي كان بيعبد ربنا معانا لما عصى ربنا في أمر ما واستكبر خرج من رحمة ربنا ومن جنة ربنا وطرد من رحمة ربنا، فخافت الملائكة كلهم من معصية ربنا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإحنا ناس وإحنا كمسلمين برضو هنخاف من معصية ربنا، هنقول بمعقولة إبليس اللي كان عايش في الملأ الأعلى وبيعبد ربنا وكان مقرب جدا ومعزز ومكرم بسبب معصية طرد، فلا آمن على نفسي إن أنا لما أعصي ربنا ممكن يحصل اللي حصل لإبليس، فلازم أكون حريص على أن أنا أطيع. ومش معقول أن في إنسان معصوم، ما حدش معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا حتى لو وقعت في معصية أوعى أن أنا أستكبر أو أن أنا أؤجل التوبة، ألحق نفسي وتوب واخضع وذل نفسي وانكسر لله سبحانه وتعالى عشان ربنا يقبلني ويتوب عليا. رقم 3، إن ربنا جعل إبليس عبرة لمن يعتبر. آدم عليه السلام أبو البشر لما عصى وتاب كان مثال جميل ورائع لكل إنسان لو وقع في معصية إنه إزاي يتوب ويخضع ويستكين ويذل نفسه وينكسر لله فربنا يقبله ويقربه ويحبه. وإبليس اللعين لما استكبر، لما عصى ربنا واستكبر وأصر على المعصية وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، حصل ان ربنا سبحانه وتعالى لعنه وطرده من رحمته، فكان عبرة لمن يعتبر. كل اللي هيعمل زي ابليس هيحصل له زي اللي حصل لابليس. رقم 4، ان ربنا جعل ابليس فتنة واختبار للعباد. طريق ربنا واضح واخرته الجنة، وطريق ابليس واضح واخرته النار. هتعمل ايه؟ هتختار انهي طريق؟ هتمشي في طريق ربنا ولا هتمشي في طريق ابليس؟ فكان فتنة واختبار للعباد وللمسلمين. رقم 5، إن بخلق إبليس ربنا بيظهر لعباده حلمه وصبره. إنك تقعد تبص كده تقول يا سبحانك يا ربي ما أحلمك، ما أحلمك إن يعرف ويعلم وعلى مرأة ومسمع من الله سبحانه وتعالى. إبليس بيدعو الكون كله لأن يكفروا بالله ولأن يقعوا في معصية الله، ورغم ذلك ربنا ينظره ويتركه ويؤجله إلى يوم القيامة وسيبه ويحلم عليه لحد ما يجي يوم القيامة فيأخذها وأخذ عزيز مقتدر. فكان لابد من خلق إبليس ومن وجود إبليس للحكم التي ذكرناها. طيب هي أهداف الحرب الشيطانية إيه؟ هو عايز مننا إيه بالظبط؟ إحنا دلوقتي عرفنا كل حاجة، عرفنا بداية الصراع وعرفنا كل حاجة تقريبا عن عدونا وجمعنا معلومات قيمة جدا جدا عن إبليس وعن أعوانه من الشياطين وعرفنا كل حاجة وعرفنا ليه ربنا خلق إبليس. طب عايزين نعرف أهدافه إيه؟ هو عايز مننا إيه؟ هو عايز مننا حاجة من 7.
اللي هي المراتب والعقبات السبعة اللي الشيطان حاططها قدام كل واحد فينا. أول حاجة وده رقم واحد وده الهدف الأسمى لإبليس، أول حاجة عايزك يا مسلم إن أنت تكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في قصة عجيبة جدا، قصة براسيس العابد، وكلنا عارفين القصة تقريبا، إن كان في واحد في بني إسرائيل كان رجل عابد. الرجل دوت كان بيعبد ربنا في صومعة. في يوم من الأيام مجموعة من شباب بني إسرائيل رايحين يجاهدوا، وكانوا ناس صالحين، فكان ليهم أخت، فمش هينفع يسيبوها لوحدها، خافوا عليها، فقالوا نشيلها عند مين؟ طب ملناش لعم ولا خال ولا قرايب ولا غيره، طب نوديها عند براسيس العابد وهو خير من يؤتمن على أختنا. فراحوا البراسيسة قالوا نخلي أختنا عندكم، قال لهم لا أعوذ بالله من فتنة النساء ابعدوني وإلى غير ذلك. قالوا له طب هنبني لها صومعة جنب صومعتك، ويعني بس يا دوب خلي الفلوس دي معاك، يعني لما تاكل حط الأكل بس قدام غرفتها عشان تاكل وتأنس بوجودك وتعبد ربنا وخلاص، بس احنا ما نأتمنش حد عليها الا انت. قال لهم اذا كان كده ما فيش مشكلة. شوف بقى خطوات الشيطان عايز يوصل الانسان لايه. فالمهم فعلا سابوا الاخت ديت وراحوا سافروا. جه برصيص العابد بقى كل يوم يحط الاكل في منتصف الطريق ويتركه في وقت معين، وهي تأتي تأكل وتاخد الاكل ده وتروح ايه الغرفة بتاعتها او الصومعة بتاعتها وهو ما يشوفهاش خالص. فجاله ابليس يعني وقال له يعني حرام عليك، دي بنت لوحدها وما يصحش تسيبها كده، يعني من باب الذوق حتى كده حط لها الاكل بس على باب الصومعة وخبط وامشي. فقال له خلاص ما فيش مشكلة، فبدأ يحط الاكل على باب الصومعة. جاله مرة تانية قال له يعني من الذوق برضو انك ترحب بيها، دي بنت برضو غريبة ويعني عايشة لوحدها وحرام عليك، يعني خبط واستنى لما تطلع وقول لها يعني الاكل حضرتك تفضلي وكده، ويعني باسلوب كده كويس. قام قطعه لحد اما طلعت البنت وكانت في غاية الحسن والجمال، رآها براسيس العابد ففتن بها، فدخل وقعد معاها، زين له الشيطان انه مش يعمل حاجة، اقعد بس كل معاها عشان هي في غربة وحاسة بشيء من الوحشة. فقعد معها وكل معاها، مرة في التانية عياذا بالله وقع عليها فحملت. فجاله الشيطان قال له طب دلوقتي هي حملت، لما اخواتها هيرجعوا انت هتتفضح، وفي نفس الوقت ممكن يقتلوك. طب قال له اعمل ايه؟ قال له مفيش حل غير قتلها. قال له طيب، قال له اقتلها واقتل الجنين اللي بطنها. فقتلها ودفنها. فلما قتلها ودفنها بعد 3-4 شهور رجع اخواتها من السفر، فلما رجعوا سألوه اين اختنا؟ قال لهم ان لله وان اليه راجعون، ماتت ودفنتها. فخلاص مصدقينه لانه انسان فاضل رجل عابد. فلما راحوا هم الثلاثه ناموا، جالهم الشيطان هم الثلاثه في المنام، قال لهم اختكم فجر بها العابد، برصيصة العابد، وزنى بها فحملت وقتلها وهي مدفونه في المكان الفلاني. فقاموا الثلاثه مفزوعين في وقت واحد، في ايه؟ قال له شفت في المنام كذا، والثاني قال له كذا، الثالث قال كذا. قال تعالوا نروح. فراحوا فراوا في نفس المكان الذي دلهم عليه الشيطان، لقوا طرف طوبها طالع، ففحتوا وطلع في النهايه ان اكتشفوا ان اختهم فعلا يعني اتقتلت وهي حامل. فذهبوا الى براسيس العابد واخذوه وصلبوه وارادوا قتله. جاله الشيطان في اللحظه دي وقال له الوحيد اللي يقدر ينجيك من اللي انت فيه انا. قال له ازاي؟ قال له تسجد لي وانا هنجيك. فسجد له من دون الله، فخرج الشيطان وقال اني اخاف الله رب العالمين، اني بريء منك، اني اخاف الله رب العالمين. فذلك قول الله عز وجل كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. شوف وصلوا لايه؟ وصلوا من معصيه بسيطه لمعصيه كبيره الى لحد ما وصلوا للكفر بان يسجد له من دون الله، وقتلوه وهو يسجد للشيطان من دون الله. ربنا عافينا وعافيكم. باول عقبه الشيطان عايز يوقع فيها الانسان الكفر، ما قدرش. واعتصم الإنسان بعبادته لله وبإيمانه وبتوحيده لله، يوم داخل على الحتة اللي بعدها على طول، يوم دخلوا على البدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية ممكن إنسان يتوب منها، لأن الإنسان هو بيعصي ربنا وهو بيشرب خمر عارف إن الخمر حرام، فكده كده هو نفسه يتوب، عارف إن الزنا حرام، عارف إن الربا حرام، إنما صاحب البدعة في الغالب كما قال الإمام أحمد قال صاحب البدعة ليس له توبة. يعني ايه ليس له توبة؟ هو بيغلق باب التوبة؟ قال لك لا انا ما بغلقش باب التوبة، لكن هو صاحب البدعة بيعتقد ان البدعة ديت هي السنة، فلو قلت له اترك البدعة لقال اترك السنة، فهي دي المشكلة. فيدخله على باب البدعة باعتقاد ما يخالف الحق او انه يتعبد بما لم يأذن به الله.
فإن نجا العبد من البدع بسبب اعتصامه بالله وبسبب سيره وراء هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم دخله على العقبة الثالثة ان هو يخليه يرتكب الكبائر ويدخله من باب بقى يا اخي ده انت راجل مؤمن، ويعني الكبائر ديت والمعاصي دي لا تؤثر في ايمانك، وانت راجل فاضل وما دمت الحمد لله رب العالمين يعني انسان بتقول لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله دخل الجنه، ويدخله من هذه الابواب. فان نجا العبد من الوقوع في الكبائر بعصمه من الله او بتوبه نصوح راح بيدخله على العقبه الرابعه اللي هي عقبه الصغائر ويزينها له. يقول له طب ده اللي بيتجنب الكبائر بتغفر له الصغائر، والحسنات يعني يذهبنا السيئات، وانت والجمعة إلى الجمعة كفارة إلا بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يلا يعني عيش حياتك وتمتع وبص واعمل وسوي، ودي كلها صغائر. فإن وقع العبد في الصغائر وإلا فإن نجا من هذه المكيدة ومن هذه العقبة، دخلوا الشيطان على العقبة رقم 5 اللي هي عقبة المباحات، أشياء مباحة لكن يدخلوا الشيطان ويزين له المباحات إن هو يكثر. هو المباحات حرام؟ مش حرام، لكن يخليه كتر أو من المباحات. يعني مثلا بدل ما يروح يتفسح يوم ولا بتاع، يقول له يتفسح شهر ولا تصلي ولا تعمل ولا حاجة. طب خلاص صلي، بس ايه؟ بس انشغل بالمباحات عن الواجبات. يعني صلي ايه نعم، لكن ما تقراش قرآن، ما تذكرش ربنا، ما تحضرش مجالس علم، ما تروحش صلة رحم ولا بر ولا دين، انشغل بالمباحات، والمباحات دي شيء حلال. فيشغلوا من المباحات التي لا حرج على فاعلها، وبذلك يشغلوا عن الطاعات وعن التزود للآخرة. فإن نجا العبد ببصيرة تامة ومعرفة بقدر الطاعات والقرب من رب الأرض والسماوات، يوم دخله على العقبة رقم 6 اللي هي الأعمال المرجوحة. إيه الأعمال المرجوحة؟ الشيطان يلاقيه إنسان عابد وكويس وما فيش أمل فيه، مش قادر أوقعه لا في الكفر ولا في البدع ولا كبيرة ولا صغيرة، ولا قادر أشغله بالمباحات، طب أعمل إيه؟ أشغله بالأعمال المرجوحة. يعني إيه؟ قوم يا اخي صلي قيام الليل، يلا يا اخي عمر بيتك بطاعة ربنا يكرمك. يخليه يصلي قيام الليل من العشاء لحد قبل الفجر بنص ساعة، وينيمه ما يخليهوش يصلي الفجر، مع ان الاصل هو الفريضة مش النافلة. فيشغله بالنوافل عن الفرائض، يخليه يصوم الاثنين والخميس ويفطر في رمضان، يخليه يتصدق صدقات عادية وما يدفعش زكاة ماله، يخليه يصلي قيام الليل ويسيب الفجر. طب لو نجا العبد بمعرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها وفقه الأعمال ومراتبها عند الله، يبقى ما فاضلش غير عقبة واحدة ودية لا ينجو منها أحد، إن علم أن هذا العبد فعلا ما يقدرش يخش له من أي مدخل، لا من مدخل الكفر ولا البدعة ولا الكبيرة ولا الصغيرة ولا الاشتغال بعقبة المباحات ولا بالأعمال المرجوحة عن الأعمال الراجحة، يوم داخله بتسليط الأعداء من الجن والإنس عليه بالضرب والأذى والغيبة والنميمة والقذف، ويأذوه بقى في حياته، ودي محدش هينجو منها. أي إنسان ناجح، أي إنسان فاضل، أي إنسان محترم، أي إنسان متدين، لابد إنك تلاقي ليه شياطين إنس وشياطين جن عمالين بيسبوا فيه ويشتموا فيه ويطلعوا عليه إشاعات ويتكلموا عنه ويقولوا وسبحان الله. وكلما علت مرتبتك وكلما علت مكانتك، كلما ازداد خصومك وازداد أحبابك. هيزداد اللي بيحبوك قوي وهيزداد اللي بيعادوك قوي. اللي بيعادوك دولت أعوان شيطان شغالين عليك. انت رجل داعية ناجح والناس كلها بتحبك، لكن هتلاقي 50-60 واحد كده شغالين مع الشيطان عمال بيسلطهم عليك غيبة ونميمة وإشاعات وكلام وقذف وتهم وإلى غير ذلك. فما عليك إلا أن تنطلق في طريقك إلى الله ولا تلتفت، خليك زي اللي داخل سباق 100 متر، امض في طريقك إلى الله وإلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يعني دي كانت العقبات السبعة اللي الشيطان بيعملها. تعالوا نكمل الموضوع الخطير بقى من الحلقة بتاع بكرة إن شاء الله. إني داعم فأمن من قلبك، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، سد الدين عن المديونين، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك
كريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشوارع.